بعد ما قدر اي بي مان ان هو يغلب المقاتل ميلر في الجزء اللي فات ورجع شرف الصينيين كلهم، حياته ارتاحت عن الاول وبقى مشهور جامد. وبعت ابنه الكبير علشان يتعلم فوفوشان، وجاله شاب كان عاوز يتعلم الفنون القتاليه على ايده، بيقول له مش فاكرني ده انا بروسلي. فساله ايه يخليني اقبلك؟ قال له علشان هكون احسن تلميذ عندك، انا سريع جامد. فقعد يشرب سيجاره وساله سريع قد ايه، فيحاول يشوط السيجاره من ايده والمعلم كان اسرع منه بكتير في حركاته، وحاول من تاني وبرده بدون اي فايده، فيقول له مش سريع كفايه ويرمي له بقيه السجاير وضربهم برجله وخلص العلبه كلها عليه. ده حتى رمى له ميه علشان يشوطها وخلاها يمشي بعدها. وفي المدرسه ابنه تشانج بيتخانق مع طفل اسمه فونج لحد ما تجيلهم الاستاذه وتوقفهم، وتشانج فضلت قاعده مع الاستاذه لحد ما جالها اي بي مان، واللي بيكون دايما متاخر بسبب مدرسته في الفنون القتاليه، ويطلب ان هو يعتذر لابو فونج، ولكن بيعرف ان هو مهمل في حياه ابنه دايما. ولما لقى ان هو جعان قالوا هياخدوه معاهم لحد ما يجيلهم ابوه، وفعليا اتعشوا سوا وكل حاجه بقت زي الفل وتمام. وشاف فونج عمال بيتدرب وقال له انت كويس اهوت، مين اللي علمك؟ وعرفه ان هو ابوه واللي كان وصل لعندهم علشان ياخده. واي بي قال له ان الطفلين غلطانين مع بعض ويصلحوهم هما الاثنين. وهم نازلين فونج بيقول لابوه تشيونج تعرف المعلم اي بي؟ فقال له اكيد ده مشهور بس هكون اشهر منه قريب. تشيونج كانت حالته صعبه ماديا وعايش مع ابنه بس، ودايما بيتقاتل بشكل غير قانوني علشان يجيب الفلوس، وكان واضح ان هو عمال بيتقاتل باسلوب الوينج تشون. ويوصل فرانك الراس الكبيره والرجاله يندهوا على سانج دراعه اليمين علشان يروح لعنده ويطلع له الفلوس. وفرانك يساله عن المدرسه اللي هنا ويقول له قدامك اسبوعين بس علشان تشتريها لي، وده كان بيستولي على كل المدارس. وتحت تشيونج يخلص على خصمه ويروح صحفي يقابل المعلم تين في الكافيه علشان يعرفه على بقيه المعلمين بتوع الفنون القتاليه، ويقول له بيقعد هنا اقوى معلم ويسال هويلك معلمك فين، فيقول له هو وصل. والصحفي جاي علشان يصورهم كلهم هنا بس بيجي اتصال لاي بي. تشينج بتقول له تاخرت على تدريب الرأس، ما تجيش بس هات تشينج من المدرسه. ولما قفل قال انا كده في ورطه، وبيروح بعدها لعند المدرسه وبيوصل كمان تشيونج ويديه علاج لابنه. طلع ان الاثنين متعلمين القتال على ايد نفس المعلم واللي كان علمهم الوينج تشون، وطلع ان اي بي طور الاسلوب بطريقته. ويقول له تشيونج لو جت فرصه لازم نتقاتل بشكل ودي، وطلع الاطفال وكل واحد اخذ ابنه. ويروح سانج مع رجالته لعند صاحب المدرسه علشان يمضيها على ورق البيع، ولما مرضاش ان هو يوقع حاول معاه بالغصب لحد ما وصل اي بي وضربه وكمان ضرب رجالته. فيحاول سانج ان هو يضربه بس هو ضربه وثبته علشان يتصل بالشرطه، ولكن دول هددوه ان هم يقتلوا المدرسه لو ما سابهوش. وفعليا لما جه الشرطي فاتسو كان اي بي سابهم يهربوا، وقال له معدل الجريمه عمال بيزيد اخر فتره، فيقول له فاتسو لا القانون موجود اتصل بينا بس ومالكش اي دعوه، بس الشرطه ما تقدرش تفضل حارسه المكان ده طول الليل، محتاجين مساعدتكم ولو حصلت اي حاجه اتصلوا بينا. وبالليل سانج كان وارم من الضرب بسبب المعلم اي بي، وقال لرجالته اقفلوا المدرسه دي الليله. وفعليا تاني يوم الناس تلاقي المدرسه مقفوله بالسلاسل والخشب، ولما وصل المعلم اي بي او زي ما بتقول المعلم يبمان لقى المدرسه مقفوله، وجاب طلابه على طول علشان يفتحوها ويفكوا السلاسل والخشب. وخلاص هويلك لقى اللي يكراش عليها، وكانت العصابه شايفه اللي عمال بيحصل ويمشوا بعدها، فيقول لهم اي بي ان هم هيفضلوا هنا الليله. ولما خرجت وونج سالها هويلك انت عندك صديق ولا لا، ولما عرف ان هي ما عندهاش قال كويس، وطلب ان هو يوصلها للبيت. ولما راحت تسلم على المعلم اي بي قال لها هم طلابي بيضايقوكي، فتقول له لا ده عاوز بس يوصلني. وفجاه توصل العصابه وكان معاهم بنزين، انقسموا مجموعتين، مجموعه راحت تتقاتل مع الشباب ومع اي بي، ومجموعه تانية راحت تحرق المدرسه. ولما خطفوا صاحب المدرسه اي بي قال لطلابه خليكم مع المعلمه وراح وراهم. كان عمال بيضرب في العصابه وهو نازل لتحت، عمال بيضرب فيهم كلهم وبيهرسهم، والعصابه كانت كتير وهو نازل يكمل قتال فيهم. وفي نفس الوقت كان شغال تشيونج وشافهم خاطفين واحد وعلى طول هجم عليهم ونزل فيهم كلهم بالضرب، واي بي كمان كان عمال بيكمل قتال مع اللي كانوا موجودين عنده لحد ما تشيونج خلص على كل اللي كانوا عنده هم كمان، وكانوا فوق ال 20 مقاتل انهرسوا ضرب من الاثنين علشان بعدها يهربوا من المكان. وخلاص قدر الشباب ان هم يطفوا النار، ويروح اي بي بسرعه علشان يشكر تشيونج ان هو ساعده، وهو بيقول له كويس ان انا قابلت البطل، ويروح يكمل شغله. ولما رجع للبيت تشينج تساله هي الشرطه فين، فقال لها ولا عملوا اي حاجه، ويعرفها انه بعد كده هيتاخر كام ساعه بالليل علشان يحرس المدرسه، وهي مش عاجبها الموضوع. وبيروح تشيونج علشان يشوف صاله يفتحها مدرسه تدريب، ولكن لما عرف ان الايجار غالي سابها ومشى، والست بتتريق عليه علشان بيجر عربه ومش معاه فلوس. وفي قسم الشرطه بيروح فاتسو لعند رئيسه في الشغل علشان ياخد منه الاذن في قضيه العصابه، بس هو يقول له لا سيبها لي انا واطلع لبره. وكان اي بي قاعد عند المدرسه وكمان طلابه، واللي
اللي بيقوله هو احنا هنبقى حراس ولا ايه؟ علشان كل الناس عماله بتقول الكلام ده، وتشينج بتحس بوجع في بطنها وتبدا تتالم جامد. وراح المعلم تاني لعند اي بي وقال له ايه الكلام اللي حصل ده؟ معقول انت تبقى حارس؟ انا ندمان من ان في يوم من الايام كان سانج طالب عندي في مدرستي، لازم اروح اوريه. فيروح وراه المعلم اي بي لعند مكان العصابه، وفاتس يعرف من الطلاب ان هم راحوا لهناك، ويروح سانج ويقول لهم مالكمش اي حاجه هنا. والمعلم تيم بيتكلم معاه ويزعق ويقول له بطل اللي انت عمال بتعمله. المعلم اي بي ملهوش اي دعوه، دايما علمتك تعمل الصح، بص لنفسك دلوقتي، بقيت بلطجي من قطاع الطرق، وعارف لو ما دفعتش للناس اللي وراك دول هيقلبوا عليك. فقال له على الاقل انا عندي فلوس، انما انت بقى لسه فقير، هي التقوى بتوكلك. فيضربه المعلم بالكف وهو يطلع المطوه، وقبل ما يعوره بيمسكوا المعلم اي بي وجابوا على الارض. بسرعه العصابه كلها جت، والمكان بقى مليان بيهم، وعاوزين ان هم يضربوا الاثنين لو ما سابوش سانج، ويوصل فاتسو بالسلاح ويمنعهم. وبعدها يقول له اي بي ان رئيسه في الشغل شغال مع فرانك رئيس العصابه، الاجانب مع بعض يا زميلي. واي بي كان متضايق من ان طلابه دلوقتي شغالين شغل الشرطه، هما اللي عمالين بيحرسوا المدرسه. وفاتس يقول له يعني هتفضل لحد امتى حارسها؟ ولما رجع للبيت الوقت كان متاخر، وكتب رساله لشانج كان بيقول لها خيطي له الزرار بعد اذنك. بس في تاني يوم كانت لسه زعلانه منه وما رضتش تعمل اي حاجه، وقبل ما تخرج تتالم من تاني. ولما يفوق اي بي يلاقي ان هي خرجت وراحت للمستشفى من غير ما تعرفه، وطلع ان هي عندها سرطان. خرجت حزينه جامد ولقت ان اي بي حارس للمدرسه لسه، وتمشي بعدها. وفي نفس الوقت كانت شيونج عمال بيتقاتل، وراح سانج عنده وبيقول له انت ضربت رجالتي وانت مدل ليا دلوقتي، ايه رايك نكون اصحاب؟ انت جامد في القتال وعايز منك خدمه مقابل الفلوس دي. وراح بعدها لعند محل المعلم تن وقفل عليهم الباب علشان يتقاتل معاه. الاتنين كانوا عمالين بيكسروا في المحل، والمعلم تن مش قادر ان هو يصد ضرباته، وكمان كسر دراعه. وتشينج تسال اي بي هتفضل كده لحد امتى؟ ولما جت تقول له على المرض التليفون رن، وعرف ان المعلم تن في المستشفى وطلبه بالاسم، ولكن ده كان سانج ورجالته، واضح ان في لعبه. ولما وصل اي بي لعنده كان راح سانج في نفس الوقت لعند الاطفال وخطف ابن اي بي وابن تشيونج. ولما حاولوا الشباب ان هم يوقفوهم انضربوا، وعرف هويليك على المكان اللي هيكونوا فيه، لو عدت ساعتين هيبيعوا الاطفال كعبيد. وفي المستشفى المعلم تيم بيقول لاي بي انت عرفت ان انا هنا ازاي؟ واستغرب، المفروض ان هو طلبه بالاسم. في نفس الوقت كان هويليك عمال بيدور على اي بي والمدرسه، وتعرفوا اللي حصل وانه لو ما راحش لهناك بسرعه هيبيع الاطفال كعبيد. فرح لهم على طول ومعاه العصا بتاعته، وكان واضح ان عددهم فوق ال100. وسانج مسك ابنه قدامه وكان معاه سكينه علشان يجبر اي بي ان هو يرمي العصا، لا وكمان خلاه يركع له ويسجد له. هنا وصل تشيونج، الراجل ده معانا، طلعوا ابنه من هنا. وفعليا بياخد ابنه ويمشي، وبيقول له اي بي هسيبك تتقاتل مع 10 من الرجاله، لو هزمتهم هتاخد ابنك. وفعليا اتلموا حواليه وبدا ان هو يتقاتل معاهم، واي بي طلع بعدها لفوق الخشب. وفونجو يقول لابوه لازم تساعد اصدقائي هناك، وكان اي بي عمال بيتقاتل معاهم وعددهم كبير جامد ضده، ولكن ده كان كفاءه وقادر ان هو يصدهم. ورجع تشيونج من تاني وضرب سانج علشان خطف الاطفال، وكمان نزل ضرب في رجالته، وكان اي بي مكمل قتال. وتشيونج يستلم سانج من تاني وهراه ضرب، وشافوا اي بي وهو بيتقاتل معاهم ويروح لعندهم بسرعه، بس اتقابلوا بقيه العصابه وكان بيتقاتل وهو بيحاول يوصل له. فقال له سانج خطوه كمان وهقتل ابنك، فيقول له ابنه عضه ويحاول يروح له بس يقع مع واحد منهم. كانوا بيجروا وراه واي بي بيحوش اي حد يقرب منه بضربه، ولحد ما بدا يطلع لفوق وكان وراه واحد من العصابه، فراح اي بي وضربه هو كمان، والطفل بقى موجود فوق. فطلع له واحد من تاني وكمان واحد، فطلع لهم بسرعه اي بي وضربهم. وفي نفس الوقت تشيونج سواهم لحد ما تيجي الشرطه، وسانج لما جه يهرب ضربوا اي بي وبرده هرب. الصحفي كان عمال بيصور اي بي مع ابنه، واتقبض على تشيونج على انه واحد من العصابه. ولما رجع اي بي للبيت ضربته تشينج بالقلم من خوفها على ابنها، وقال لها دي غلطتي مش هتحصل تاني. ولما راح يصالحها لقاها بتقول له انا خايفه دلوقتي علشان الدكتور قال ان عندها مرض سرطان، وفي المستشفى عرفوا ان هي خلاص بقت في مرحله الخطر وما عادش ينفع اي عمليه ولا اي علاج. الدكتوره بتقول لهم يا دوب قدامكم 6 شهور. ولما رجعوا على البيت اي بي ما نطقش باي كلمه من زعله على تشينج، ويروح رئيس قسم الشرطه لعند فرانك ويقول له الشرطه معاك، بس لازم توقف اعمالك المخالفه الفتره دي علشان انا ما اقدرش احميك. ونزل لعند سانج وهو كان متعصب، وفضل يضرب فيه ويطيره ويقول له ما يشوفش وشك هنا تاني. وبعد دي او ده لعند اي بي مان، واللي كان لسه خارج مع تشينج من عند الدكتور التاني، وركبت معاهم الاسانسير، واول لما قلعت الشبشب بتاعها عرف اي بي مان لحد ما زقها لبره وطلع وراها، وسابت تشينج تنزل لوحدها وكمل ضرب فيها وهو نازل على السلم، وكان بيمسح بيها الارض لحد ما ينزلها على الدرج زحف، وهو كان عمال يتقاتل معاها
معاها لحد ما في الاخر بيمسكها ويشقلبها ويمشيها بسرعه قبل ما تنزل تشينج، واللي ضحكت اول ما شافته وهو اخدها ومشى. وبعدها فاتسيو حذره من الناس دول فسابه وراح لعند فرانك علشان يفهم هو عاوز ايه بالظبط. فقال له بسخريه، انت بقى احسن مقاتل في الصين، قدامك 3 دقايق، لو فضلت عايش فيهم هسيبك لحالك. وبداوا الاثنين يتقاتلوا مع بعض، وضربات فرانك كانت سريعه وقويه جامد، واي بي كان بيحاول يضربه بس الموضوع صعب وهو كان بيكسر في الازاز وبنته موجوده تحت. وبعدها يضرب اي بي بالبوكس ويشاور له هتضحك، فنزل على رجل واحده وقال له تعالى. ولما هجم فرانك عليه فضل يضرب فيه اي بي، وبعدها يقلبه على الارض ويكمل فيه ضرب لحد ما فرانك يديله في صدره. مستغرب ازاي واقف من تاني وهجم عليه، وكان اي بي عمال بيصد بكوعه كل الضربات بتاعه فرانك واللي ايده وجعته لحد ما ضربه في بطنه ويرد له اي بي من تاني، فيضرب جرس المنبه ويقفوا هما الاثنين علشان يسيب اي بي يمشي. بعدها وراحت شيوانجا اجر الصاله اللي هيعملها مدرسه وتقول له بتتقاتل باسلوب الوينج تشون، اكيد تعرف اي بي واللي صوره ماليه الجرايد. فيروح لعند الصحف ويقول له اكتب عني، انا بتحدى اي بي على العلن قدام الكل. ولكن ده قال له لازم في الاول تثبت جدارتك في الفنون القتاليه علشان اكتب عنك. وهنا بيشوف واحد من المعلمين وبيقوم رايح لعنده يتحداه وينزل فيه بالضرب وجابه الارض وعلى طول خلص عليه. ويروح للمعلم التاني وكمان يتقاتل معاه، وكل مره بيغلب فيها معلم صورته بتنزل في الجرايد، ولحد ما غلب المعلم التالت وبعدها المعلم ليه وفاز عليه هو كمان علشان يفتح بعدها مدرسته. الناس كلها كانت متجمعه عنده، وواحد يقول له انت عمال بتخوف الناس، فقال له في الكونغ فو لازم الواحد يثبت جدارته، واي بي مان مش بيمثل الوينج شون وقدامكم بتحداه. ويقرا اي بي الاخبار ويعمل نفسه مش شايف التحدي علشان ما يقلقش تشينج، بس هي واخده بالها من ان هو عمال بيتكلم في مواضيع تانيه علشان ما يشغلش بالها. ويتفرجوا على فيلم سوا، وكان دايما بيحاول على قد ما يقدر ان هو يقضي معاها اسعد اوقات حياتها. ولما راح عشان يتعلم الرأس يقابل بروس لي من تاني، واللي بيقول له انا هعلمك الرأس وانت تعلمني قتال، فوافق. وخلاص جه اليوم اللي فيه التحدي بين تشيونج واي بي مان، والفايز هو اللي هيمثل اسلوب الوينج تشون الاقوى في هونج كونج. ولكن اي بي مجاش وكان رايح يرقص مع مراته، وكانوا بيقضوا وقت حلو مع بعض. وخلاص طالما اي بي لسه مجاش كده الفايز تلقائيا هو تشيونج، ويقول لهم يمكن اي بي خايف او جبان بس واضح كده ان هو انسحب وانا اللي هقود اسلوب الوينج تشون بعد كده. ولما كان اي بي مع تشيونج اتصلت فجاه وحالتها كانت عماله بتسوء ولازم ان هي تفضل في المستشفى، وكان دايما بيعمل الاكل وبيروح لها يوم بعد التاني لحد ما تكتب رساله وتقول لابنها يخلي فونج يديها لابوه. وحالتها عماله بتسوء اكتر يوم عن التاني، وتطلب تتصور مع اي بي، وخلاص ما بقاش قادر ان هو يمسك دموع من تاني وبدا يعيط قدامها واخدها علشان يتصوروا مع بعض. وبعدها تقول له لو انا ما كنتش تعبانه كنت هتقبل التحدي بتاع تشيونج، فقال لها اكيد. فقالت له ان هي ما سمعتوش بيتدرب من 7 سنين، وطلبت ان هو يقوم يتدرب قدامها من تاني. وبعدها تاخده وتروح لعند تشيونج في المدرسه بتاعته علشان يروح لعنده ويبداوا يتقاتلوا هما الاثنين بالعصا. كانت قوتهم متعادله لحد ما كسروا العصيان اللي كانت موجوده معاهم، وبعدها جابوا السيوف وبداوا ان هما يتقاتلوا مع بعض بيها، وكانوا شغالين هات وخد. وحتى بالسيوف كانت قوتهم متعادله، فهجم عليه تشيونج من تاني، واي بي عمال بيصد وبيرمي السيوف من ايده، ورمى بعدها السيوف بتاعته هو كمان علشان يتقاتل معاه راجل لراجل من غير اي اسلحه. الاثنين كانوا سريعين جامد في القتال وعمالين بيصدوا حركات بعض لحد ما ضربوا اي بي بالرجل وهو يردها في بطنه، ورجعوا يتقاتلوا مع بعض من تاني ويقلبوا اي بي لحد ما قام وضربوا في عينه. الرؤيه بقت صعبه جامد بس كان سامع صوت حركات ايده، ولما جه الوقت المناسب ضربوا الضربه في بطنه وجابته الارض على طول. وبكده فاز اي بي مان على تشيونج، واللي بيقوم ويعترف ليه ان هو اللي فاز. بس اي بي بيقول له مفيش اهم من وقتك مع اللي بتحبهم، وبدا ان هو يفتكر ايامه مع تشينج في الفتره الصعبه اللي كانوا عاشوها سوا، ولحد ما خلاص ماتت. واستنوا الجزء الرابع. لو عاوزين تختاروا معايا الافلام اللي بنزلها هنا، لينك الانستجرام بتاعي موجود تحت في الوصف، ولينك الانستجرام بتاع المنتج برضو موجود تحت في الوصف، واشوفكم في الفيديو الجاي.